مدن النور هو عنوان الفيلم الوثائقي الذي عرض في جامعة لندن UCL مع اقتراب ذكرى 40 الإمام الحسين عليه السلام. يحكي قصة 3 شباب من جنسيات مختلفة لبنانية عراقية وباكستانية قاموا بزيارة الأماكن المقدسة في العراق ناقلين تجربتهم من خلال رحلتهم الروحية إلى مراقد الأئمة عليهم السلام، قاطعين آلاف الكيلومترات لتجديد البيعة لأبي عبد الله الحسين. ساروا مشيا من النجف إلى كربلاء، زاروا القاظمية وسامراء ليكتشفوا أحاسيسا جديدة لم يشعروا بها من قبل، بل غيرت مجرى حياتهم. التقينا مخرج الفيلم ريدا جون فيدادي وسألناه عن فكرة الفيلم وما الجديد الذي قدمه للمشاهدين. أنا أحببت أن أنقل وجهة نظر هؤلاء الشباب إلى أمثالهم من المسلمين وغير المسلمين ليشاهدوا بنظرة جديدة للأماكن المقدسة وما تمثله لنا. أيضا أردت أن أظهر أن الإسلام ديانة للروح وديانة للسلام وليس كما يصوره الإعلام في الغرب. أحببت أن أستفيد من هذه الفرصة لأظهر أن الشباب في هذا الجزء من العالم ليسوا بعيدين عن ذاك الجزء. صحيح نحن نبعد آلاف الكيلومترات عن الشرق الأوسط ونعيش في الغرب، ولكننا نرتبط بتاريخنا لأنه هو جزء من مستقبلنا أيضا. وأضاف المخرج رضا محدثا عن الأهداف الذي سعى لتحقيقها من فيلم مدن النور. أظن أن هدف إظهار وجهة نظر الشباب ومشاعرهم قد تحقق عندما عرضنا الفيلم في جامعة UCL في لندن. كان أكثر الحاضرين هم من الشباب وكانت ردود الفعل واضحة، شعروا وكأنهم جزء من هذه الزيارة. العديد من الحضور بكى وتأثروا عاطفيا، العديد منهم تشجع لزيارة هذه الأماكن. الفيلم ترك بصمة إيجابية، أعطى بقعة ضوء في هذه الأماكن. الأئمة هم السبيل لإظهار رسالة الله لنا، فعند زيارتهم نشعر أننا أصبحنا أقرب إلى الله. زيارتي للأئمة جعلتني أنظر إلى المستقبل بطريقة مختلفة وغيرت مجرى حياتي نحو الأفضل. شعرت أنني كنت مع الإمام الحسين، كنا وحدنا، شعور لا يوصف. من بريطانيا إلى العراق إلى مدن النور، فيلم وثق مسيرة طويلة لزيارة الأضرحة الشريفة فتركت في نفوس شبابها بصمة تنعكس مسارا جديدا في حياتهم ومستقبلهم. سنة أحمد، الاتجاه، لندن.